مع فريق كبير زي النادي الاهلي مطالب دايما بالبطولات. شوف جزئيه التحكيم دي كانت عامله ازاي. بص التحكيم في البطوله من بدايتها تحكيم مستواه انا من وجهه نظري متواضع جدا. تحكيم في كل المباريات, مفيش مباراه ما خرجتش بدون مشاكل تحكيميه. تحكيم دون مستوى البطوله, خصوصا ان فيها فرق اسماء كبيره وفرق قويه. اعتقد كمان اختيارات الحكام في بعض المباريات برضو لم يصادفوا التوفيق, كان في برضو سوء اداره من المسؤولين عن التحكيم في البطوله. لكن خلينا نقول ان عشان البطوله لسه راجعه وبقالها فتره وكده, فخليهم يعني نخلي الاتحاد العربي او اللجنه المنظمه البطوله بيتعلموا في البطوله دي. لازم يتعلموا من اخطائها, من اخطائهم فيها. في اخطاء كتير جدا من الناحيه التنظيميه, من الناحيه التحكيميه, والتحكيم طبعا مؤثر بطريقه كبيره جدا على نتيجه بعض مباريات البطوله. طبعا الاهلي لا شك له ضربه جزاء على الاقل واحده فقط صحيحه مليون في الميه في مباراه الفيصلي, كانت ممكن تغير نتيجه المباراه حسب تسجيلها او لا. لكن ان الحكم اعتقد كمان هو ظهر مهزوز شويه, مش على قد المباراه نفسها. لكن ده برضو استمرار لمسلسل سوء التحكيم في البطوله. لو عمل اعتداء كمان على اسلام محارب لاعب الاهلي, انا شفت حكم شفت ازاي حكم يعتدي على لاعب, يعني حتى لو بيتكلم معاه. يعني هو انا شايف اسلام ايديه جنبه مش 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 يعني ايده ما بتتحركش, فده يعمل دافع للحكم ان هو يعتدي. يعني ما يحاولش يجي جنبه, يعني هو تاكيدا لكلام اسامه مهم ان انت لو هتعمل بطوله لازم تكون متكامل, لان النهارده الجزء الرئيسي في اي بطوله هو التحكيم, هو اللي بيغير شكل البطوله. هو اللي بيقول ان الفريق ده ياخد حقه ولا انت بتساعد فريق تاني بدون قصد, مش هنقول بقصد. تمام. بس الاخطاء هي جزء مثير في كره القدم, لكن مش كل الاخطاء بتكون لصالح اللعبه, وممكن تضر بفرق كبيره وتاثر بيها النادي الاهلي. أوه. خاصه ان هو لو عنده, يمكن اسامه لو بيتكلم على ضرب الجزاء صحيحه, لا ده في اتنين كمان منهم واحده واضحه جدا لوليد ازار, والدفعه اللي اتعرض عليها اللي نخرج من النقطه دي, ان بعد كده لجنه التحكيم في الاتحاد العربي تقدر تختار. يعني احنا عندنا, انا اعتقد الكابتن عصام اسماء كبيره فتحية. جدا اسماء كبيره جدا على العرب, اسماء حكام كويسين جدا. يعني لازم يكون برضو في الاسماء, يعني اسماء قويه, اسماء تقدر تشيل مباريات بين فرق كتيره. يعني خلينا اقول برضو ان الحكم اكيد هو ما يقصدش ان هو يعمل كده, يعني مش تحكيم موجه يعني, لكن برضو يعني هو يعني لازم اختار الحكم اللي على قد المباراه. الحكم نفسه طلع, يعني طلع مش على قدر مستوى المباراه نفسها. لو هنتكلم عن مباراه الاهلي والفيصلي بس, انما انا تابعت البطوله كلها. المباراه البطوله فيها اخطاء تحكيميه كبيره جدا, يعني فيها اخطاء تحكيميه كبيره. يعني في اسماء برضو, يعني في اسماء تحكيميه اكبر من كده في الدول العربيه. يعني الدول العربيه طبعا, يعني خلينا برضو نقول ان يعني مع الاعتراف طبعا ان اخطاء التحكيم جزء من اللعبه من كره القدم يعني, لكن برضو لازم يعني اخد الاسباب, يعني اخطاء يعني اخد الاسباب الاول عشان اقدر يعني اطلع. يعني مفيش حكم ما بيطلعش بدون اخطاء اكيد, لكن الحكم الكويس هو اللي بيطلع بادنى باقل عدد من الاخطاء في المباراه. والتوقيت كمان بتاع البطوله كابتن فاروق, كان استاذ اسامه بيتكلم يعني التوقيت, ان الاتحاد العربي او بالتنسيق مع اتحاد الكره مره واحده بقى في بطوله عربيه, مره واحده لازم الاهلي يشارك والزمالك. والتوقيت بالنسبه للاهلي, الاهلي كان عنده حاجات اهم ان هو يستعد لها مع الاحترام للبطوله العربيه والوحده العربيه, لكن التوقيت, اختيار التوقيت كان مهم جدا ان انت تقدر تعمل بطوله انجح بكده بكتير. بدايه, هنقول بدايه موفقه للعوده للبطوله العربيه, لان هي كان ليها شكل سياسي ابعد منه في الناحيه الرياضيه, لكن في المجمل محتاجين لما نعمل بطوله نعمل بطوله قويه صحيح تليق هي كانت بالفرق المشاركة. العوده مهمه بغض النظر عن التوقيت, وفي نفس الوقت بقى يعني خلاص انت بتشوف ايه اخطائك في بعد العوده دي, وخصوصا ان بقى لنا فتره كبطوله عربيه, وتم اختيار مصر طبعا ان هي تبقى هي المحتضنه. عايز اقول لكم ان ممكن بطوله عربيه السنه او السنه الجايه ممكن تبقى مش في اي دوله عربيه, ممكن تبقى في انجلترا في لندن, فده حاجه من التفكير لدى اعتقد السنه الجايه بقى صعبه كابتن. السنه الجايه في كاس عالم 2018, فهيكون الاجنده يعني زحمه قوي. لا مش بعيد عن الزحمه, لا البطولات كلها لازم تنتهي في شهر 5, بعد كده بقى التوقيت صعب. انا اعتقد السنه الجايه يعني هو ده التفكير عند اللجنه المنظمه للبطوله العربيه, ان يبقى في لندن. ما تبقاش ايه الاهميه ايه الاهميه ان البطوله العربيه تسويقيه مثلا, من ناحيه تسويقيه, من ناحيه ما هو انت ما هو النهارده يا اسامه انت ما بتيجي بتشوف, ماشي انا معاك ان هي ناحيه تسويقيه, انك انت بطوله عربيه, لما بطوله عربيه لما تقعد تلعبها في اوروبا يبقى ما فيهاش, ممكن تتلعب في السعوديه, تتلعب في الامارات, تتلعب في الكويت,
عندنا دول عربيه كتير عندنا هي تفكير تسويقي فقط غير. انا قبل بس ما انتقل لجزئيه كاس مصر ورايكم في المباراه القادمه للنادي الاهلي وطوي صفحه البطوله العربيه، عايز بس اسال حضرتك استاذ اسامه على صفقات الاهلي اللي شافها، الصفقات الجديده، وجود اسلام محارب، وجود وليد ازارو، راي حضرتك برضه فيها، يمكن استاذ احمد قال رايه في جزئيه. يعني انا برضه يعني اعتقد من خلال المستوى اللي هم ظهروا عليه اعتقد ان اسلام ووليد صفقتين كويسين جدا للاهلي، وعوده احمد الشيخ طبعا عوده احمد الشيخ يعني برضو لسه برضو يعني اللعب في الاهلي او في الزمالك او في الانديه الكبيره يعني يختلف تماما عن اللعب طبعا في الانديه الثانيه، حتى لو كانت الانديه دي محققه يعني حققت مراكز كويسه، لكن اعتقد ان وليد ازار واسلام محارب مكسب كبير جدا للاهلي. ممكن يعني هيكون لهم لعيبه كلهم دور كبير جدا في الفتره اللي جايه. لكن انا برضو انا شايف ان عمرو بركات مش عشان برضو كان هو سجل هدفين، ان عمرو بركات يعني الفرصتين اللي خدهم في البطوله الدقائق اللي لعبهم اعتقد ان هو لاعب مقنع طبعا. لاعب برضو عاوز برضو يعني يتصبر عليه وياخد فرصه، اعتقد برضو ان الاهلي يستفيد من الفتره. طيب خليني اكلمك بقى يعني كاس مصر النادي الاهلي خلاص ابتدى النهارده تدريباته وشغال على هذه المباراه امام سموحه، الفريق القوي، الفريق العنيد اللي عنده مجموعه يعني مميزه من اللاعبين، برغم طبعا عدد الاصابات اللي جات له على مدار موسم رباط صليبي، يعني طبعا فريق حظه سيء في جزئيه الاصابات دي، ولكن فريق مميز كونه يوصل للدور قبل النهائي. اعتقد ان النادي الاهلي هيقابل فريق عنيد، عايز برضه طموحه موجود انه يوصل للمباراه النهائيه. ده كلام منطقي جدا ومظبوط جدا، خصوصا ان في جهاز فني جديد مع الفريق مع سموحه، فاعتقد برضو ان كل يعني كله دافع ان هو عاوز يعمل نتيجه كويسه في اول بطوله رسميه ليه مع النادي السكندري. سموحه فريق كويس جدا، فريق منظم، فريق فيه لعيبه برضو مستواهم كويس جدا، على الرغم ان في بعض اللاعبين مشوا منهم اسلام محارب، ان هو فريق كويس بيعرف يجيب صفقات كويسه. ماتش طبعا صعب جدا، بطوله كاس مصر بطوله لا تستطيع ان تتوقع بالنتيجه مهما كان صحيح. الطرفين بطوله هو ماتش واحد، ممكن لعبه واحده تخلص المباراه. اعتقد ان الاهلي دوافعه برده قويه جدا، خصوصا ان بقى له اكتر من 10 سنين او 12 سنه لم يحصل على 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 لقب البطوله دي معلش يا استاذ، يعني انا بكلمك هي دي اللقطه اللي يعني فعلا هي حاجه يعني لقطه مستفزه من الحكم طبعا خالص بصراحه طبعا لا يعني ما كانش ينفع يعمل كده، بس هو طبعا يعني لعيبه النادي الاهلي انا مش عارف انا لو انا مكان اسلام محارب وباخد البوكس ده هرد نظر بقى هو الحكم عامل، لكن انا دايما لعيبه النادي الاهلي تلاقيهم بيلتزموا بشكل كبير، ودي بتدل على نظام ووفقا لمبادئ معينه جوه النادي، ان لا انا حتى الحكم برغم ان هو بيعمل معايا كده لكن انا ما جيتش جنبه. اصل لو حصل مع فريق تاني كنت شفت اعتقد ان التصرف ده لازم وضروري يعني فريق بقى مش عارف ان الحكم لازم معلش في الغلط يا احمد الحكم لازم يتعاقب في الموضوع ده. واعتقد ان دي لو بطوله تتبع للاتحاد الدولي احنا عارفين انها، خلينا في الاول برضو ان نكون واضحين مع نفسنا، اسلام نفسه بيتكلم يعني بيتكلم معاه يعني بيوجه له كلام فقط من غير ما يبقى حتى لو كان اعتراض اللاعب برضو اعتراض نراه خارج عن اللوائح او القانون، ما ينفعش يكون رد فعل الحكم كده. بس يعني افترض ان هو لاعب تاني اهوج او الغريب يا اسامه في الحكم رد الضرب حواليه، لا الغريب كمان في 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 الحكم في المباراه دي كان مهزوز، انا مش عارف ليه يعني ايه السبب من الاول، إيه السبب ان هو كان مهزوز يعني. خاصه وظهر بشكل اكبر في الشوط الثاني، يعني اهتزازه الغير مبرر ظهر بصوره مفزعه في الشوط الثاني، وده اللي اثر على 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 المباراه صحيح. هو ده اللي يعني خلى المباراة تخرج عن الإطار الفني إلى إطار العصبية وإطار تضييع الوقت وإطار النهاردة لما تيجي تدور على اللعيبة عشان تلعب الكرة، يعني النهاردة سواء الضربات الركنية أو رميات التماس، لو أنت النهاردة كنت لعيبة الأهلي بتجيب لعيبة الفيصلي عشان تلعب، لا هو كان يعني فين دون مستوى المباراة يعني خلينا ما هي الفكرة بص الفكرة أسامة أن أنت بتتكلم مع فريق كبير اللي هو الأهلي، النهاردة لما تبقى عنده الأخطاء دي بالطريقة دي بأن الراجل ماسك الكرة بإيده يعني الكره ما خرجتش، هو ما شافهاش يعني عشان برضه بس وقفت الكره، هو ما شافهاش الكره وقفت الكره يعني بس هو يعني هو صالح راجع كده والكره وقفت كده فطبيعي تمركزه خطا، وطالما تمركزه خطا يبقى هو خطا. صح انا معاك في الجزئيه دي، يعني حتى لما فتحت الكاميرا لما فتحت الكاميرا كان واضح جدا ان هو واقف وفي حد حتى هو بيحاول يبعد عن اللعيبه عشان يشوف، بس هو كل اخطائه في